الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، لا سيما النبي المجتبى والامين المصطفى وعلى صحابته الكرام وآل بيته العظام المستكملين الشرف. وبعد، لا مجد الا بفعال ولا فعال الا بمال. اللهم لا يصلحني القليل ولا اصلح عليه، وكان ينادي منادي على أطمة من كان يريد الشحم واللحم فلا يأتي سعدا. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هنا الكلام في شعب الإيمان. نعم، نبدأ حديث سعد بن عبادة رضي الله عنه وأرضاه، جزاكم الله خيرا. اللهم هب لي مجدا ولا مجد إلا بفعال. اللهم هب لي مجدا ولا مجد إلا بفعال. طبعا هو ليس يريد ذلك رياء ولا سمعة، ولا يريد ذلك رياء ولا سمعة، ولكن تعلمون بأن أصحاب الهمم الراقية السامية لا يرضون ولا يرتضون بالدون، والله يحب أصحاب الهمم العالية. إن الله يحب معالي الأمور ويكره السفاهة. ففي قول اللهم هب لي مجدا، فهو دعا ربه جل وعلا، وهذه فيها دلالة على جواز الدعاء بذلك لمن أمن الفتنة وعلم أنه ما يقول ذلك للدنيا ولا لوجهة الدنيا ولا لمكانة في الدنيا. قال ولا مجد إلا بفعال، فيها دلالة واضحة جدا هنا على التبويب والعلاقة بذلك، أنه لابد من الأخذ بالأسباب للوصول إلى المسببات. الحمد لله جزاكم الله خيرا. فلابد من الأخذ بالأسباب للوصول إلى المسببات، ولذلك قال لا مجد إلا بفعال. قال على ما أنا لولا المشقة لساد الناس كلهم، الجود يفقر والإقدام قتال، من طلب شيئا وجده أو جد في طلبه. إذا قالوا من طلب العلا سهر الليالي، لا تحسبن المجد تمرا أنت آكله، لن تبلغ المجد حتى تلعق الصبر. المسألة لابد لها من الجد والاجتهاد، ولذلك قال ولا مجد إلا بفعال ولا فعال إلا بمال، فيها دلالة على حاجة الإنسان بالمال إن كان رجلا كريما جوادا ذا أضياف كثيرة، له ما له من باعت أو قل باحة الخير الذي يقدمها فيحتاج إلى المال. لذلك ترى طلحة كان صاحب أضياف كثيرة، فطلحة بن عبيد الله كان منحه عثمان بن عفان آلاف مؤلفة من أجل أنه كان يستدين من أجل الضيفان. فهذا فيه خير، يعني نوع خير لهؤلاء، لا سيما نعم المال الصالح الرجل الصالح. وأنا في قول لا مجد إلا بفعل، فلابد أن يعلم المرء أنه لن يصل لمسبب يتمنى يشتهي يرتقي أو ترتقي همته إليه إلا بجد واجتهاد. قال اللهم لا يصلحني، فولا فعل إلا بالمال كما قلنا عليه، ولا يصلحني القليل ولا أصلح عليه. هذه أيضا فيها موافقة ليست فيها مخالفة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن من عبادي من لا ينفعه إلا الغنى ولو أفقرته لفسد حاله، وإن من عبادي من لا ينفعه إلا الفقر ولو أغنيته لفسد حاله. فالله أعلم بعباده والله عليم حكيم، يضع الشيء في موضعه، مع أن خزائن السماوات والأرض بيده. قال الله تعالى وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم. وكان هنا بيّن لنا المغزى من طلبه ومطلبه ودعائه، كان ينادي المنادي من كان يريد الشحم واللحم فلا يأتي سعدا، كان جوادا كريما ذا ضيفا. نعم. وعن أبي سعيد سأل رجل الحسن فقال يا أبا سعيد أفتح مصحفي فأقرأه حتى أمسي، قال حسن اقرأه بالغداة واقرأه بالعشي وكن سائر نهارك في منفعتك ومصلحك. هنا تتأتى المسألة أنه لابد من السعي في المعاش كما أنه لابد من السعي للمعاد، والسعي للمعاد هو ما يترتب له في الآخرة، والسعي للمعاش هو الأخذ بالسبب في السير في هذه الدنيا. لكن الله تعالى فرق بين السعيين حين قال الله تعالى الأمر الدنيا، قال فامشوا في مناكبها، فامشوا في مناكبها، ولما تكلم عن الآخرة قال وسارعوا إلى مغفرة من ربكم. فكانت المنافسة والمسارعة في الآخرة في يوم الآخرة.
أمر الدنيا نعم رويدا رويدا. قال نفت في روعي الروح الأمين أنه لن تموت نفس حتى تستوفي أجلها ورزقها، فاتقوا الله وأجملوا وأجملوا الطلب. ولذلك لما خرج حنظلة وقال نافق حنظلة قالوا علامة، قال أجلس وأنا دين السلام كأني أرى النار رأي العين، لكن إذا رجعت إلى البيت عافست النساء فذهب ذلك عني. قالوا إذا نافق أبو بكر، نافق عمر، فلما ذهبوا للنبي صلى الله عليه وسلم قال يا حنظلة ساعة وساعة. وعن أيوب قال بعث علي أبو قلابة بكتاب إلزم سوقك وأعلم أن الغنى معافاة، إلزم سوقك وأعلم أن الغنى معافاة، في رواية إلزم سوقك فإن فيه غنى الناس صلاحا في الدين. وطبعا المسألة هنا الغنى الناس بحيث لا تكفف الناس، هذا أقبله هذا يرده. والرجل صاحب الرقي صاحب الكرامة صاحب الهمة الرقية لا يمكن أن يعرض نفسه لأحد يقبله أو يرده في هذا الباب. ذلك الشافعي كان يقول لا يحكن جلدك إلا ظفرك، وإن سألت فاسأل من يعرف قدرك. الإحالة على الكريم من الأهمية بمكان، فلكن الإنسان لا يتمندل به السفهاء الأغنياء. ولذلك شوف طالب العلم غناه صلاح له في دينه ودنياه، لذلك كان الثوري يحصل ما يقول له لذلك يتمندل بنا هؤلاء. وكان عمر يقول إذا وجدت العلماء على باب الأغنياء فاعلم أنهم منافقون، وإذا وجدت الأغنياء العلماء على باب السلاطين فاعلم أنه لص. لذلك على الإنسان أن يكون له الكفاية، والكفاية بالأخذ بالسبب في هذا. وصراحة أنا عندي أيضا بعض النظر في هذا الباب، لأنه من أعظم الأسباب أيضا للرزق أو لجلب الرزق الطاعة مع طلب العلم. قال الله تعالى لا تمدن عينيك لما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها. أمر الأهل بالصلاة والاصطبار عليها رزق أو يجلب الرزق. لذلك الإنسان قال الطاعة تجلب الرزق للإنسان، فيثبت الرزق ويثبت الأجر. وأما العاصي أما الكافر إذا طاع ربه فإن الله يعطي له بذلك عن هذا الرزق ولا يثبت له الأجر. لزوم السوق هو معناه لزوم السوق معناه البيع والشراء والتجارة، وبذلك تكون اليد العليا خير من اليد السفلى، كما قلنا فيه الغنى عن الآخرين، وهذه نعمة ليست بعدها نعمة. وأيوب السختياني قال أبو قلابة يا أيوب احفظ عني ثلاثة خصال، إياك وباب السلطان، وإياك ومجالس الأهواء، والزم سوقك فإن الغنى من العافية. وهذه مجامع النصيحة، هذه مجامع النصيحة. قال إياك أباب السلطان، فأباب السلطان فيها ما فيها من الفتنة، قد يجرك الجاه والسلطان والوجاهة والمال، يجرك جرا إلى التنازل عن أمور وأسس وأصول في دينك. وقد قال علماؤنا أبخس الناس صفقة من باع دينه بدنيا، وأبخس منه صفقة من باع دينه بدنيا غيره. والإنسان لا يستطيع أن يتحكم في نفسه، والأمر شاق، ومعارضة الأهواء والأنفس ما يعلم بقواتها وجلدها إلا الله جل في علاه. فلذلك قال إياك وباب السلاطين، وكانوا يجرحون الراوي بسبب أبواب السلاطين. حميد الطويل تكلم فيه خالد الحذاء بسبب أنه كان عريفا وكان يلبس لباس الشرطي، وتكلموا في الزهري لأمرين، لأن الزهري سبغ بالسواد وأيضا كان على أبواب بني أمية فتكلموا عنه ووقعوا فيه، بل وقعوا في مالك أنه كان أقوى الهدايا السلطان. طبعا كل ذلك لها ضوابط، كل هذا خطأ ولا يجرح الراوي الثقة الثابت بهذا، لكن يعني هم كانوا لهم نظرة شديدة في الورع من الدخول والولوج على السلطان.
وإياك مجالس الأهواء. مجالس الأهواء تضيع تفسد القلب، مجالس الأهواء تفسد القلب، تأتي بشبهة والشبهة تتمكن من القلب، لا يستطيع معها الإنسان راحة البال ولا استقامة الإيمان. كما قال أبو بكر بن العربي، قال لج شيخنا الغزالي في بحر الفلسفة، أراد أن يسبح أو أراد أن يخرج منه فما استطاع إلى ذلك سبيلا. طبعا كلام ابن تيمية هذا ليس على الإطلاق، لأنه كما قال الشافعي، وإذا سألت فاسأل كريما، اسأل من يعرف قدرك، فإن سألت كريما يعرف قدرك ما تزداد عنده إلا رفعة، ما تزداد عنده إلا رفعة. وإلا مالك كان يسأل الليث بن سعد وما زاد عنده إلا رفعة، بقى أرسل إليه، وكان الليث يتعهد كل عام بعطاء، فقال بعث إليه برسالة وقال زد في عطائك فإن لنا ابن ستتزوج، وكان هذا أحب ما يكون إلى الليث بن سعد. فالنهي عن مجالس الأهواء لأنها كما قلت شبهة تتربع على القلب تضيع الإنسان، ما تجعل له استقامة بحال من الأحوال. الجويني الغزالي الرازي شبه تمكنت من قلوبهم، كادوا أن يصلوا إلى الكفر. الرازي وصل لذلك في سباحة السحر وغير ذلك، فنسأل الله أن يتوب على الجميع. فلذلك حذر من مجالس الأهواء، والزم سوقك، لأن في السوق بيع وشراء وأخذ بالسبب، ولا يتمندل بك الأغنياء، أنت رجل لك رفعة ومكانة، فهذا لا يضرك. كان الأعمش جالس في مجلس التحديث، جاءه خطاب السلطان ولي أمره بالعطاء، فأخذ الورقة ما قلبها، وعنده داج ماعز أجلكم الله، عنده داج فأعطاها إياه فأكلته. الشافعي هارون الرشيد بعد ما حمل إليه مسلسلا، وعرف براءته وعرف مكانته العلمية، أثقل وزنه ذهبا ما خرج من قصره ومعه درهم من هذه الدراهم. قال أيوب السختياني، لو أعلم أن أهلي يحتاجون إلى حزمة أو دستجة من بقل ما جلست معكم. قال أبو خلابة، إلزم سوقك فإن الغنى في العافية. ولذلك سفيان قال، قيل لابن العربي تحب الدراهم؟ قال إنها تنفعني وتسونني، تنفعني كفاية لي ولأهلي. والنفس إذا حازت نصيبها ورزقها اطمأنت، النفس إذا حازت نصيبها اطمأنت. هذا كان ابن المبارك يفعل ذلك لأربعة من المحدثين أيضا في هذا الباب. هذا الذي اختاره الله جل وعلا ليكون متعهدا لقوله نعم المال الصالح للرجل الصالح. وابيش بن حارث جاء يعزي محمد البارسي، قال يا بني بر والدك، النجاة في ذلك، ولا تعقها، والزم سوقك واقبل نصحي، يعني كن ممن يقبل النصح، فإن هذه أفضل ما يكون نبلا في المرء، وكن أيضا ممن يسعى للسوق ليكتفي. وكلها دالة على مسألة الأخذ بالسبب من حسن التوكل. نقف عند هذا. الفوائد المستنبطة، النبيل من يصغي إلى الناصحين، النبيل من يصغي إلى الناصحين، على المرء أن يسعى أن يكون له الكفاية حتى لا يتكفف الناس. في غنى النفس الصلاح، في غنى النفس الصلاح. بهذا نكون قد انتهينا من الدرس اليوم، جزاكم الله خيرا، أحسن الله إليكم. آمين جزاكم الله خيرا ونفع الله بكم ويسر لنا ولكم، اللهم آمين يا رب العالمين. هنا حتى يعني التعجيل يجعله يتسخط، وهذه مشكلة كبيرة. نعم كلام ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا